كانت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل بعد تأسيسها عام 1948، وعاشت سنوات عسل تضمنت تجارة وتعاونا عسكريا وتبادل سفراء وصناعات. ردت إسرائيل التحية بمثلها، فدعمت طهران اقتصاديا واستوردت نفطها وتحملت لأجلها فضيحة إيران كونترا، ثم انقلب الغرام إلى صراع بالمسيرات. العلاقات الإسرائيلية الإيرانية قصة بدأت في الماضي الجميل واستمرت لثلاثين عاماً، إلا أنها وعقب استيلاء ولاية الفقيه على السلطة تبدلت الأحوال، وانقلب التحالف المعلن إلى تفاهمات مخفية أحياناً وحد الحراب أحياناً أخرى. فما تاريخ العلاقة بينهما؟ وما المراحل التي مرت بها؟ على ماذا اتفقا وأين اختلفا؟ وهل صمدت المبادئ أمام المصالح بعدما اشتد الخلاف؟ بداية آسرة للعقيدة المحيطية. قبيل إعلان قيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، كانت إيران واحدة من 11 عضواً في لجنة الأمم المتحدة الخاصة التي تشكلت عام 1947، وذلك لبحث حل لقضية فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني. فكانت حادثة إشراكها بالمفاوضات شرارة انطلاق علاقة متينة بين نظام الشاه في طهران والدولة العبرية الوليدة، واستمر الود والسلام بينهما بعد النكبة إلى عام 1950، عندما اعترفت إيران بإسرائيل دولة ذات سيادة، فكانت ثانية دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بها، وهذا ما أرادته تل أبيب تماماً، إنشاء تحالف إقليمي من حكومات غير عربية خوفاً من المحيط العربي في أعقاب هزيمة 48. سفراء واقتصاد وتنسيق أمني. عام 1957 أنشأ نظام الشاه جهاز المخابرات والأمن القومي الإيراني المعروف بسافاك، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، بهدف حماية النظام من اختراقات الشيوعيين، وخاصة حزب تودا الشيوعي المعارض للشاه محمد رضا بهلوي. وقد بدأ التنسيق الأمني والتعاون العسكري الواسع بين إسرائيل وإيران من خلال الجهاز هذا، ثم تبادل الطرفان السفراء والوفود الدبلوماسية، وأنشأت تل أبيب سفارة لها مع بعثة دبلوماسية كبيرة في طهران. كما كانت إسرائيل تستورد 40% من احتياجاتها النفطية من إيران مقابل تزويد الأخيرة بالأسلحة والقدرات التكنولوجية والمنتجات الزراعية، ما خلق ميزانا تجاريا ضخما بين الطرفين. ثم تعززت العلاقة أكثر عام 1968، عندما أنشئ خط أنبوب النفط المشترك لتوريد المحروقات من إيران إلى إسرائيل ثم الاتحاد الأوروبي من موانئ إيلات وعسقلان. كانت إيران وقتها بحاجة إلى زيادة صادراتها من أجل دعم اقتصادها الناشئ، بينما احتاجت إسرائيل لتعويض خسارة أنبوب كركوك حيفا المقفل منذ عام 1948. بداية الصراع المعلن. عام 1979 أطاحت الثورة الإيرانية بالنظام الملكي ونقلت البلاد إلى النظام الجمهوري المؤسس على نظام ولاية الفقيه. فقطع النظام الديني الجديد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقدم خطاباً رسمياً مناهضاً لها ولما وصفه بالإمبريالية العالمية، رغم إبقائه لبعض العلاقات التجارية غير المباشرة معها، لكنه ألغى رحلات الطيران بينهما وحول السفارة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة فلسطينية زارها ياسر عرفات بالمناسبة. إيران كونترا، المصالح فوق المبادئ. العداء المزعوم في حقبة ما بعد الخميني سيتعرض لفضيحة لا سابق لها في تاريخ العلاقات الدبلوماسية والصراعات حول العالم.
عندما وقعت الولايات المتحدة بقيادة رونالد ريغان اتفاقا سريا مع إيران لتزويدها بأسلحة نوعية عام 1985 في أثناء حربها مع العراق، حيث زودت واشنطن طهران بقطاع غيار لطائرات فانتوم وصواريخ مضادة للطائرات والدروع فيما عرف وقتها بفضيحة إيران كونترا. فكانت إسرائيل الذراع التنفيذي والناقل الرسمي للأسلحة إلى إيران التي تناست لحظياً كراهيتها لإسرائيل، وفتحت معها اتفاقاً جديداً على ما يبدو بأننا قد نختلف ببعض التفاصيل مثل استقرار الميليشيات في سوريا ولبنان والبرنامج النووي وغيرها، لكننا سنتفق دائماً على عدم تجاوز الخطوط الحمراء، الأمن الداخلي والمصالح، حتى لو على حساب الشعارات والمبادئ.